أبدا. جان، أنت معالج بالدراما إلى جانب التمثيل، شو يعني علاج بالدراما؟ علاج بالدراما هو بيسموه العلاج البديل اليوم. هو استخدام كل أدوات المسرح، يعني كل الأدوات اللي بستخدمها أنا كممثل، بشتغل على جسمي، بشتغل على نفسي، على صوتي، على أحاسيسي، أتعرف على أحاسيسي وأعرف سميهم، كون متصالح مع حالي إذا عم بحكي كممثل، متصالح بعرف سمي الأحاسيس اللي حاسسها. دراما ثيرابي هي بستخدم كل هالأدوات لحتى أكون عم اشتغل على بركة مشكلة معينة بهدف علاجي. يعني بستخدمها. أنت بتعالج الأشخاص عبر الدراما؟ يعني أنا شخص ما إلي علاقة بالدراما، بجي على جلسة علاج بالدراما. صحيح. دراما ثيرابي حسب شو الهدف اللي جاي كرماله بنشتغل عليه. بخبرك شو مشكلتي. صحيح. يعني إجمالا عم بيصير في هيك حوار بالأول، بعرف عنك قصص، تعرفي عن دراما ثيرابي. فدراما ثيرابي هي بتطال كل الأشخاص، مش بس اللي عندهم مشاكل إن كان نفسية أو أشخاص عم يتخبطوا بمشاكل حياة يومية أو صراعات ما تخطوها، فيها تكون ببساطة لأشخاص حابين يطوروا حالهم بالحياة، يكتشفوا بعد شو عندهم مواهب، شو عندهم قدرات. شو بيعمل فينا العلاج بالدراما يعني؟ بترجع. شو الفرق بينه وبين العلاج النفسي العادي؟ الفرق إنه بالدراما ثيرابي كل علاج، في أشخاص بيرتاحوا يروحوا لهونيك، في أشخاص بيجوا لهون. دراما ثيرابي هي بالحركة، هي باللعب. الولد بينبسط إنه يلعب لأنه هو عم يلعب ما بيفكر مين في حوله. فالولد بحب إنه يكون حر أوقات. اللعب بخليني يكون حر. فالمطرح اللي هو جاي عليه الشخص على العلاج بالدراما بيجي لحتى يلعب مثل الأولاد الصغار أوقات، بيجي لحتى يعبر من خلال مادة بيستخدمها، المعجونة أوقات، البات أمودلي، أو حتى أوقات نستخدم قصص. أنا قلت بالأول أنه نستخدم أدوات المسرح بس نستخدم كمان غير قصص فنية، قصص ملموسة. مثلا ممكن نستخدم رمل البحر، هيدا الشيء بيعطيك حواس، بيخلي يطلع مشاعر. فهذا الفرق. انه الاعمار اللي بتجي لعندك لتتعالج بالدراما كل الاعمار؟ كل الاعمار، كل الاعمار، من الصغار للكبار.